السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في درس جديد من دروس اللغة العربية. هذا اللقاء سنتابع ما تناولناه في الحصة السابقة في قواعد اللغة، وكان درسنا فيه المفعول لأجله. ماذا تعرفون عن المفعول لأجله؟ من يذكرنا بما تعلمناه في الحصة السابقة؟ نعم يا روان، ما هو مفعول المفعول يدعو لأجله؟ لتحديد زمان حدوث أمس. المفعول لأجله، المفعول لأجله مصدر قلبي موصوف يذكر لبيان سبب وقوع الفعل أو غاية منه. إذن تعلمنا في الدرس السابق أن المفعول لأجله مصدر قلبي منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل أو الغاية من وقوعه. من يعطيني مثال؟ نعم يا إسراء، نعم أنسي، أعطيني مثال يوجد فيه مفعول لأجله. أنسي يوشك القلب أن يذوب حنينا. نعم، كلمة يعني هنا مفعول لأجله منصوب. طيب لو تأملنا قول الشاعر: إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. لماذا تأبى الشاعر عن أذى من ليس يؤذيه؟ في قول الشاعر: إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس دين، ما هي الكلمة التي دلتنا عن سبب وقوع الفعل، عن تأبي الشاعر عن إيذاء الآخرين الذين لا يتعرضون له؟ نعم يا محمد، يا سمعك. لتأمل قول الشاعر: إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. ما هي الكلمة التي بيّنت لنا سبب حدوث الفعل؟ لماذا تأبى الشاعر عن إيذاء من ليس يؤذيه؟ أنت شرفا. إذن سبب شرفه تأبى أخلاقه أن يؤذي الأشخاص أو الناس الذين لا يؤذون. طبعا الشرف هنا الحب، الغاية، الرغبة، الخوف، الطمع، هذه كلها مصادر قلبية، وذكرنا أن المصدر القلبي هو الذي يدلنا على إحساس أو شعور. تعلمنا أيضا أن المصدر القلبي المبين لسبب حدوث الفعل قد يأتي مجرورا بمن أو باللام، وفي هذا الوقت يعرب اسم مجرور بالكسرة الظاهرة ولا نعربه مفعول لأجله. أما إذا كان الاسم المبين حدوث الفعل مصدرا غير يجوز أن نعربه بمن أو باللام، كقولنا مثلا: سكنت المدينة للعمل. العمل هنا هل هو مصدر أم غير قلبي ولماذا؟ نعم يا غزالة، لا أنسي، مصدر غير قلبي من خشية هون بالسؤال. ما إذن أنت عم تقولي السؤال؟ نعم العمل هنا، أقصد كلمة العمل، هي مصدر غير قلبي لأنها لا تدلنا على إحساس أو شعور ما. إذا كان هي بيّنت لنا سبب حدوث الفعل، سبب السكن في المدينة، ولكنها في نفس الوقت مصدر غير قلبي، فجرت بحرف اللام ونعربها اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. سننتقل الآن إلى حل الواجب الذي أخذناه في الحصة السابقة. السؤال الأول يقول: حدد الأسماء التي بيّنت سبب حدوث الفعل في كل مما يأتي وأعربها. المثال الأول: في السادس من أيار نقف دقيقة صمت لأرواح الشهداء. نعم يا حنان، أنسي أنا نعم أنسي إجلالا إجلالا إعراب مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. إذن مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت يا حنان. في المثال الثاني: يغترب المجد طلبا للعلم. يا رضية، أين المفعول لأجله وما هو إعرابه؟
أنسي المفعول لأجله طلبا، إعرابها مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم أحسنت، مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. في قول الشاعر ابن زيدون يذكر محبوبته ولادة يقول: بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. يا روما أين المفعول لأجله في البيت؟ أنسى شوقا مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. نعم شوقا مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. اشرح لنا معنى هذا البيت كروبا. نعم أنسى. أنسى صوتك. ما هو البيت قال ولادة ويقول: بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. طبعا هنا بنتم وبنا من الفعل بانا من الفراق. أنسي والله ما شرحت، ما أعرف شو يعني. طيب نعم من أنسي. يشاركنا؟ تفضلي. نعم أنسي. أنسي شوقا مفعول لأجله منصوب بالفتحة. نعم أنسي مفعول لأجله منصوب بالفتحة على الآخر. نعم هنا طلبت أنا شرح البيت، أي بعدما تفارق الشاعر مع ومحبوبته لم يرتاح أبدا بسبب شوقه ولم تجف دموعه أبدا. يقول الشاعر: الصم القشيري يذكر أهله وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع. نعم يا ريم. من خشية، من حرف جر، خشية اسم مجرور علامة جره الكسرة. نعم إذا المصدر الذي بيّن لنا سبب حدوث الفعل جاء مجرور بمن، جاء مجرورا بمن ويعرب اسم مجرور. أي هاء لا يوجد هاء من خشية، هنا تاء مربوطة وهي من أصل الكلمة. أنسي عفوا أنا فكرت. يقول الفرزدق في ممدوح، يقول الفرزدق في ممدوحه: يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. نعم يا أمية. أنسي حياء. حياء مفعول به، مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم حياء مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. ولدينا أيضا كلمة مهابته ولكن هنا جاءت اسم مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره والهاء في محل جر بالإضافة. إذا في هذا البيت لدينا مفعولين لأجله، الأول منصوب لأنه بيّن لنا سبب حدوث الفعل والثاني مجرور بحرف الجر. ننتقل إلى السؤال الثاني. يقول السؤال: اقرأ الجملة الآتية ثم صنف الكلمات المشار إليها بخط وفق النموذج في هذا الجدول. طبعا في هذا المثال يوجد لدينا ثلاث كلمات وضعت تحتها خط، جاءت الكلمة التي وقع والكلمة التي وقع فيها الفعل والكلمة التي وقع من أجلها الفعل. أخذ الغريب سبيله إلى الخارج صباحا أملا في العمل. الكلمة التي وقع عليها الفعل منهم. أنسي. أنسي سبيله. رفع اليد. أعربيها. إذا الكلمة التي وقع عليها الفعل هي مفعول وسبيله، غريبها مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. الكلمة التي وقع فيها الفعل. نعم يا علياء. أنسي صباحا. صباحا. ماذا نعربها يا آية؟ نعم أنسي. صباحا مفعول لأجله منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. صباحا هل هي الكلمة التي دلتنا على سبب حدوث الفعل؟ أم الكلمة التي دلتنا على زمان حدوث الفعل؟ كلمة صباحا يا آية. أنسي الكلمة التي وقع عليها الفعل. طيب أنسي الكلمة التي وقع فيها.
إذن هي الكلمة التي وقع فيها الفعل كلمة صباحا، ونعربها مفعول فيه. نعم، كلمة صباحا هنا نعربها مفعول فيه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. نعم، أنسي مفعول فيه ولا مفعول لأجله؟ أنسي مفعول فيه ولا لأجله؟ صباحا مفعول فيه ظرف زمان. الكلمة التي وقع من أجلها الفعل. نعم يا روان. أنت أملا. نعم، ونعرف أضع أنت شعر أبو أنت بعرف أنا هنا. إذا تسألنا ما هي الكلمة التي بيّنت لنا سبب حدوث الفعل سبيله إلى الخارج، الجواب سيكون أملاً في العمل. وقلنا أن الكلمة التي تدلنا على سبب حدوث الفعل هي المفعول لأجله، ونعربها مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.